كيف نمنع القطط من الجلوس على أثاث المنزل وإفساده؟ بعض القطط تكون مزعجة في جلوسها على قطع الأثاث، فتفسده بتشخيطه أو بسقوط شعرها عليه، مما يسبب الانزعاج للبعض. في زجاجة للرش، نقوم بخلط كمية ماء مع كمية أقل من الخل ونخلطها برج الزجاجة. في المكان المراد عدم تواجد القطط عليه، نرش الخليط، ونلاحظ أن القطط لا ترغب في المكوث في مكان فيه رائحة الخل. هل تعلم؟ تقضي القطط ما يقارب ثلث فترة حياتها في لعق نفسها وتنظيف فرائها، فهي تحب النظافة.